لا شك أن 4000 عنصر أمريكي بقاعدتين حيويتين في صلاح الدين لا تعكس إلا رغبة المكتب البيضاوي بتقديم نظرة استراتيجية جديدة، خلافا لرؤية إقليمية توقع لها خبراء مصيرا بدأ بالتلاشي تدريجيا. فبعد زيادة الإدارة الأمريكية لأعداد قوتها في الأنبار ونينوى، رجح مراقبون أن العملية ستتكرر في صلاح الدين وقد تأخذ مدى أوسع. وكما يبدو واضحا فإن إدارة ترامب لم تكتفي بإرسال 4000 عنصر قتالي في الأنبار أو كما أسماهم البنتاغون بالمستشارين العسكريين، ما جعل واشنطن تقرر إرسال 400 عسكري إلى نينوى، فضلا عن وجود أكثر من 3500 مقاتل تحت مظلة التحالف الدولي ومن جنسيات مختلفة. وعلى غرار العدة والعدد في الأنبار، شرعت الإدارة الأمريكية من جديد بإرسال 4000 عسكري موزعين على قاعدتين عسكريتين في صلاح الدين، 2500 عنصر في قاعدة سبايكر شمالي المحافظة و1500 آخر بقاعدة البكر جنوبي سامراء. محللون عسكريون ومراقبون رأوا أن نزول القوة الأمريكية في العراق وبهذه الأعداد ما هي إلا مقدمات لدخول المزيد من القوة لمحاربة تنظيم داعش، إلا أن آخرين رجحوا أن الأمر له بعد سياسي أكثر مما هو عسكري. وبالعودة إلى التواجد الأمريكي في صلاح الدين، فإن أطرافا متنفذة في المحافظة عدت تواجد القوات بهذا الشكل المفاجئ تحجيما لقوة أقليمية فاعلة كان لها الأثر الأبرز في المنطقة، خصوصا بعد 2014، الأمر الذي يظهر مشهدا جديدا ينتظر المحافظات التي حطت بها الرحال الأمريكية. وربما سيكون في لقاء العباد بترامب هذا الأسبوع مزيدا من التفاصيل حيال الموضوع، خصوصا بعد أن حسمت واشنطن أغلب التوقعات بخصوص البوابة الشرقية للعراق. لقناة سامراء عبد الرحمن النجار.